أحلى أحلى صباح، والسلام عليكم. أول الصباح في زيارة هذا الأوتلت قرب ميلان، أوتلت في كولونغو. نروح يلا معاكم داخل. نواصل، هذا السبيلينج مال السوق. اليوم الخميس 25/8/2016، درجة الحرارة حين ما زالت 26 تقريبا أو 27، لكن الظهر ترتفع. إلى 30 و 31، العجايز والشواب مساكين يطيحون من الشمس. يجيهم عيال، كيف لو جاستهم حرارة دبي هنا؟ من حرارة 32 تشوف الإسعاف شقالة. أنا واصل داخل. إيطاليا مثل ما خبرتكم يا إخوان، فيها تقريبا 31 أوتلت متوزع طبعا على الأراضي، توزع على إيطاليا كلها. طبعا أشهرهم سيرفالي، اللي هو تقريبا أنا بالنسبة لي لما زرت فعلا شفته أفضل أوتلت، ومكانه يعني في مكان حيوي جدا، إلا وهو قريب من جنوة، وفي الطريق من يعني من جنوة إلى ميلان، وأقرب لجنوة. تعرفون أنتم ميناء جنوة ومدينة جنوة أهميته كميناء اقتصادي كبير وموصل إلى مدينة ميلان. واليوم وأكثركم عارف الشيء هذا، أن ميلان أهم مدينة في إيطاليا، أهم حتى من العاصمة روما، حيث أن المدينة الاقتصادية والشركات المصانع البنوك كلها لها مكاتب رئيسية فيه ومغرات فيه ميلان، وشركات الطيران تهتم بالنزول فيها أكثر عن روما، مثل زيورخ في سويسرا العاصمة بيرن، لكن أهم مدينة طبعا هي زيورخ، مدينة المال والأعمال، عقبها جنيف. في الأهمية تأتي يعني في الأهمية. نزلنا في أوتلت في كولونغو، مثل ما خبرتكم يا إخوان في إيطاليا تقريبا 31 أوتلت، تقريبا أكثر بلد فيها أوتلتات في أوروبا، إذا غرناها بالمساحة مثلا مع فرنسا مع ألمانيا. فعلا تبغي تشتري أغراض اشترى من أوتلتات إيطاليا ومن مراكز إيطاليا، خصوصا في الأوتلت تلقى أشياء رخيصة أسعارها حلوة. الأوتلت جاي على مثل حرف ال بالإنجليزي، بس يعني ال فوق وتحت، جاي بالطريقة هاي، شي بالطريقة هاي، نص مستطيل. نواصل. للعلم يا أخوان ترى هذا الأوتلت ما في ديور ولا الفي، الماركات الكبيرة ما في موجودة، في أغلب الأوتلتات مش موجودة. نواصل. مشكورين يا اخوان، مشكورين على الناس تواصلوا معاي ويسألوني عن البركان، كان بعيد عن ميلان، كان في نص ايطاليا،
قصدي الزلزال، آسف الزلزال، كان المقدار 6 أظني فاصل 7 على مقياس رختر قوة الزلزال، لكن بعيد بعيد عن هالمكان. شكر الكبير لأستاذنا خالد الوسمي صاحب حساب في السناب، في السناب صدى السياح، مشكور، جزاك الله خير على هالدروس الحلوة اللي تلقيها وتقدمها للناس، كذلك للترافلر أبو عمر من جدة، أحلى سلام لك يا الغالي، جزاك الله خير على الدروس اللي ما نستغني عن مثل هالناس. كل يعني كل جديد وكل حاجة وكل شيء يعني يحتاج له تنبيه، مش ما يقصرون ينبهوننا عليه ويعلموننا عليه، هم وغيرهم يعني. كذلك اطمننا على أخونا أبو خالد إيطاليا بالعربي، فيه لأنه ساكن هنا في إيطاليا. سلامات يا أبو خالد، سلامات، ما تشوف شر من الزلزال ومن غير الزلزال إن شاء الله. يا أخوان اللي قالوا لي والله تخوفنا من إيطاليا من كلامك، لا تخوفون، أنا أحذركم فقط، الواحد يكون حذر يعني في السفر، ما يكون على سليقته. نحن كخليجيين مشكلتنا نصدق أي شيء وبعدين نأمن في أي حد. خلوا بالكم في أوروبا الدول، المدن السياحية بالأخص برشلونة، جنيف، مثل ما أقول باريس، في إيطاليا كل المدن السياحية من روما إلى ميلان إلى فينيسيا إلى فيرون، خلوا بالكم من هن الشالين. لا تكون يعني طيب أزيد عن اللازم، صدق أي حد، ولا شلون كاش كبير في مخابيكم، دائما لا شلون كاش، استخدموا الفيزا في المشتريات. مثلا الحين في مكان أوتلت مثل هذا بتشتري شنطة بتشتري ملابس، بعد ما تأخذ البضاعة خلك قدام البايع شوفه وين بيحط بطاقتك في أي، خلوا بالكم مهما كان المحل كبير وما كان له سمعة ولا شيء، الواحد ما يأمن يعني. مشكلتنا نحن الخليجيين طيبين أكثر عن اللازم. إيطاليا عيبها في الصيف فقط أنها حارة، في الصيف حارة وجدا حارة جدا يعني ما لا تسكن لفندق فيه مكيف، ولا في الشتاء عادي الأمور طيبة. الشتاء عندك شهر من شهر 5 شهر 6 أوكي، 7 و8 المشكلة، حتى في 6 في يعني من 15/6 يبدأ الحر عندهم. هذه نبذة عن هذا السوق، هذا الأوتلت بالتحديد اللي يقع غرب ميلان. واللي أشاره طبعا في ميلان اللي في إيطاليا اللي هو سيرفالي اللي العالم تروح له من ميلان، باصات في باصات مخصصة لسيرفالي، ولها أماكن محددة توقف فيها، تطلع الصبح وترجع المساء، ترجعهم إلى ميلان. لازم تسألون الفندق وين موقع الباصات هذه، لأن تكلفتها بسيطة أظني 20 أو 22 يورو للشخص الواحد رايح جاي. تحياتي للجميع والسموح إذا في تقصير، ترى إذا في خطأ إن شاء الله من الشيطان، وإذا إن شاء الله
لي اسمحوا لي يا اخوان، ترى التلفون قطع عني مرة واحدة، اسمحوا لي. الشارج الظاهر انه ناقص شارج، بدلت التلفون حاليا. هذا تقريرنا يا اخوان عن هذا الاوتلت الحليو والسموحة. ترى اذا اصبت فمن الله، واذا اخطأت ترى من الشيطانة، اسمحوا لنا على الزلة يا اخوان قد ما اقدر ان شاء الله. بنقل لكم صورة ايطالية، لان انا عارف الناس دا يعني كثير من الزوار يسألوني عن الاوتلتات، عشان كذا انا كنت اركز الحين على اي مدينة وصلت فيها اوتلت لازم اصور، خصوصا من العنصر النسائي يموتون على شيء اسمه اوتلت. هذا تغيير بسيط عن هذا الأوتلت، ومشكورين جميعا على المتابعة. السموحة حاضرين لأي سؤال، أي سؤال يا أخوان أرسلوه على الواتساب، أنا كاتب رقم الواتساب في السناب، في الانستا، في قناتي في اليوتيوب. الله يخليكم، عشان يكون الرد برسالة صوتية سريعة. تحياتي للجميع.